في دراسة جديدة نشرتها ديلي مايل البريطانية عن الأدوية المضادة للالتهابات، بتقول إنها بتزيد من خطر النزيف الداخلي وممكن تؤدي لتلف أعضاء الجسم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية لا قدر الله، خاصة لكبار السن واللي بيعانوا طبعا من قروح هضمية أو قصور في القلب. الباحثين في جامعة مانشستر نشروا دراستهم في الدورية الطبية البريطانية وقالوا إن مضادات الالتهابات بتكون مصدر كبير للأضرار بجسم الإنسان، عشان كده بيطالبوا بناء على النتائج اللي استشفوها من دراستهم دي ان المضادات دي لازم الاطباء يوقفوا وصفها للمرضى عشان خطورتها على المدى الطويل. فتعالوا نعرف اكتر عن خطوره تلك المضادات على صحه الانسان من دكتور شريف حته، استشاري الطب الوقائي والصحه العامه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد يا سلمى، ازيك؟ صباح الورد على حضرتك. انا تمام، حضرتك كويس؟ الحمد لله تمام. طيب احنا بنتكلم دلوقتي عن موضوع مهم جدا، ويمكن ناس كتيره بتاخد ادويه المضاده للالتهابات والحاجات دي كلها او مضادات الالتهاب، ويمكن بيوصفوها البعض حتى. فاكتشفنا دلوقتي او الخبر اللي بنقوله بيقول ان دي ادويه ضاره وخطر جدا، فاحنا عايزين نوعي الناس ونعرف ايه خطورتها. للاسف الشديد يا سلمى انه بقى استخدام المسكنات والمضادات الالتهاب عامل زي البونبوني، الناس بتستخدمها ولا انت بايوتك كمان عشوائي. المضادات الحيويه كمان طبعا. يعني عايز اقول لك بقى دلوقتي الناس بدات دلوقتي تكتب لنفسها ادويه ويستخدموا جوجل في ان هم يكتبوا لنفسهم حاجات وياخدوها، مش مدركين مدى خطوره مثل هذه المسكنات من اول ما يبلعها ومشكلتها على المعده، خصوصا الناس اللي بيعانوا من التهابات في جدار المعده او قرحه في المعده، ده بيزود بامكانيه حدوث نزيف في جدار المعده وحدوث قرحه. وكمان تيجي بعد كده على الكلى، انت لها تاثير شديد جدا على الكلى طبعا. وخصوصا للناس ان عندهم امراض في الكلى او كبار السن. انا اسمع يا دكتور ان حتى المسكنات ليها اضرار كبيره جدا على الكلى، والناس بتتعامل مع المسكن ده اللي هو انا حاسس بشويه صداع اخد حبيتين مسكن على طول ده يوميا. بصي، هو الامن جدا اللي هي الحاجات اللي فيها الباراسيتامول، الحاجات بقى اللي هي الغير استرويديه اللي هي زي، مش عايز اقول اسامي تجاريه، لكن الباراسيتامول عشان موضحين برضو القصه من اخف اقل ضرر، زي بروفين وبروفان والحاجات دي كلها شرسه وصعبه المفروض الناس تبعد عنها. معلش احنا هنقول، يعني انا قلت دلوقتي عشان الناس فعلا لازم تبطل، يعني شرسه جدا. صحيح، الباراسيتامول اخف ضررا ولكن برضو ينصح به تحت اشراف طبي نوعا ما. طب لكن ليه انا بقول ان ممكن، انا ليه بقول له على اسم حاجه؟ لان بصراحه في ناس بيبقى عندهم صداع مزمن او عندهم جيوب انفيه، ومع تغير الجو دلوقتي والتكييفات فبيبقى عنده حاله من الصداع موجوده، فبنصحه باستخدام حاجه خفيفه جدا عند اللزوم. لكن استخدام المفرط في المسكنات ومضادات الالتهاب دون اشراف طبي هو ده اللي بيعمل مشاكل كبيره جدا على خلايا الجسم.